من حقه الآن أن يستحسن الجزع مجددا. طال حبل الحلم وانقطع. هذا الذي كان يخشى الشوك خطوته، من ينزع الشوك من عينيه إن وقع؟ غدا يحس بما للفقد من قلق، غدا سيدرك عفوا أنه فجع، غدا تعود البدايات التي انكسرت على الشبابيك حيث الأغنيات دعى، ويكبر الخوف في الأفكار، يحرجه حزن التفاصيل، يرمي قلبه فزعا. لقد تعودت يا موسى على امرأة، عليك ألا تلوم البحر إن صدع. يؤذيك، لا تبتكر حلما تؤوله، كل التآويل لن تجدي ولن تقع. يريدك الشعر طفلا لا طريق له، ولا منازل قد تؤويه إن رجع. يريدك الشعر مقتولا على يده، وكلما ازددت حزنا كلما ارتفع. ضاقت عليك وزاد البحر غربتها، لا أنت أنت ولا أنت الذي سطع. منذ افتقدت بلادا ذات أندلس، لم يترك الحزن في بيروت متسعة. لوجهها حرقة قصوى إذا خطرت، ولم تكونا على ذات الرصيف معا. لوجهها قسوة الغيبي، تذكره مفرقا ثم لا تنساه مجتمعا، كأنه يلبس الجدران والطرقات. لم يكن نرجسيا، لم يكن بشعا، لكنه كان يرمي كل أسهمه، وكل سهم يخلي خلفه وجعا. فمن يجيرك من هذه السهام إذن؟ أهلا وسهلا فيك الصديق والشاعر اللي منفتخر فيه طبعا حسن المقداد في تلفزيون جديد وبشبابيك. شبك الضوء اليوم منور. يسعد صباحك لوركا، وأنا مبسوط كثير، ويسعد صباح المشاهدين، وشكرا على هالضوء. أهلين، أهلا وسهلا فيك حسن. أنت جاي من بعلبك، من منطقة بعلبك، وبعرف أنه إذا حدا من بعلبك غير إذا حدا من مطرح تاني. يعني هذه المدينة اللي فيها ما فيها من جمال وأيضا من أسى، فيها ما فيها من تاريخ ومن حاضر بينحكى عنهم على الميلتين، أكيد بتترك بنفوس أصحابها أو سكانها وساكنيها واللي حواليها شيء ما. نحن الغرباء ربما لا يعني لا نعيه أو لا نملكه. فشو تركت إذا بدنا نبدأ هيك من طفولتك، ماذا تركت المنطقة فيك؟ في شيء غريب بعلبك، يعني في شيء دائما أنا بقول إنه في شيء حسي بعلبك ما بينشرح، يعني ما بنقدر نحكي عنه. نعم. لازم يجي الشخص يشوفه شخصيا يعني. حلو. بالنسبة إلي أنا يعني كان أول فكرة أخذتها من طفولتي من بعلبك أو من سهل، السهل اللي عايش فيه هو الاتساع. يعني كان دائما بالنسبة إلي هي المساحات، وأول شيء فرقت فيه بين المدينة وبين يعني بين المدينة اللي هي بيروت وبين الضيعة كان الاتساع. يعني كانت أول فكرة بالنسبة إلي إنه لا، هيدا بيروت هي مكان ضيق. نعم. بس عندي أنا لا، في مساحات، في أركض، في يروح، في أسرح. وكانت يمكن هذا شيء مرتبط بطفولتي لأنه أنا كنت كتير يعني روح بالسهل بري يعني. نعم. ما عنا جرد، يعني إحنا ضيعتنا مش جردية، ضيعتنا سهلية. فكنت أسرح بالسهل وروح على النهر، عندنا نهر صغير هيك. وربما هذه الذكريات هي اللي بتولد بمطرح البذري أو النطفة تبعية الشاعر، هذا الاتساع. بس ينتقل على المدينة
يعني الشاعر دايما قروي، الشاعر بس ينتقل على المدينة، هذا الاتساع لما بينحط بالمساحة المدينة الضيقة وضجة المدينة تطلع المشاعر بينفجر، يعني حلو كتير. بيعمل تناقض وبينفجر الشعر بالضبط. يعني مثل ما ذكرتني بعصام العبد الله اللي بيقول انه بيروت هي عنقود القرى، لما مثل ما كل النازحين الشعراء اللي اجوا من جنوب ومن غير جنوب شكلوا هذه المدينه وشكلوا الحاله الثقافيه بمرحله ما بوقت ما، فمعقول يعني فاضوا بالشعر مثل ما قلت. يعني كثير عجبتني الفكره تبعت انه المساحه وضيقتها طلعت المشاعر. يعني انا هيك بشوفها بالنسبه لي، انا بشوف دائما انه بيخلق الشعر عندي، يعني ببلش اكتب القصيدة لما بيكون عندي شيء كتير كبير وحاسس انه مش قادر احكيه، يعني في ضيق عندي فبصير بكتب قصيدة، يعني بصير بكتبهم صور هيك مكثفة. حلو. فالانتقال يعني بما انه الشاعر دائما، انا بنظري الشاعر دائما ابن قريه، يعني حتى لو كان من العاصمة هو دائما بحب سيفتش عن مساحات ولو كانت في الداخل. صحيح. ما هي الهروب الى الخيال هو هروب من واقع. فهو بالضبط لما بيكون ببيئة مغلقة، يعني ببيئة الحركة فيها سريعة مثل المدينة والمساحات ضيقة، فهو بفتش على الاتساع انت اقمت بترعرعت وكبرت بالضيعه وحتى ما زلت حتى الان وتزور بيروت من وقت الى وقت. مثل ما هلا عم تزورنا هون، اهلا وسهلا فيك. انه الشاعر يكتب، انا من خلال تجربتي بحس انه مش لانه ما بعرف اعمل شيء ثاني، هلا لانه ما بعرف اعمل شيء ثاني، بس زائد انه لا بعالج حالي. يعني هذا الضيق وهذا الأسى وهذه الحساسية الزايدة بمطرح والعقد، يعني بنعالجها. أنت هيك حسن؟ يعني لماذا تكتب بمعنى؟ بس ما بدي يكون هالقد سؤال فلسفي. أنا بالنسبة إلي العملية، يعني الكتابة هي عملية تفريغ دائما. تفريغ. يعني دائما في شيء أنا مشحون بطاقة سلبية، وعادة بس كون عم بعمل فعل الكتابة بكون هي أسوأ فترة بالحياة بالنسبة للمحيطين فيني وبالنسبة لأي حدا يعني بيلتقي فيني بهالفترة اللي عم بكتب فيها، لأنه ولادة مثل المخاض، لأنه أنا بكون مجمع كل الطاقة السلبية اللي كانت مرقت علي الفترة السابقة وعم طلعها هون، يعني عم طلعها بعملية الكتابة. بيتفهموا الآخرين أنه هلأ عم يكتب بعده عنه شوي؟ مش دايما، يعني في ناس بيتفهموا اللي بيعرفوا يعني، او اللي بيقدروا الشيء، يعني اللي بيقدروا الشعر، بس في ناس بس هيك انت بهي النظريه بتاكد انه الشعر صعب الحياه معه، انه صعب الحياه الحميميه معه، يعني حدا يلتصق فيه صعبه. ايه صعب. صعب لانه الشعر مزاجي، الشعر يعني هو بغير، يعني هو سارح بمحلات تانية، يعني في اوقات بيكون العالم بمحل وهو بمحل تاني كليا. بس حسن المقدار، ممكن حدا هلا ينط يقول انه لحظه شوي، شو انتم فاكرين حالكم؟ يعني انه مين انسح؟ انا بسمعها هاي، انه شو الشاعر غير والشاعر مراف والشاعر عش والشاعر مزاجي، فشو بنرد عليه؟ لا الشاعر مزبوط هيك؟ الشاعر انسان عادي بالاصل، يعني هو مش مميز بشيء غير انه هو عنده حساسيه عاليه تجاه الاشياء وعنده قدره على التعبير عن هذه الحساسيه. فلما بيكون هذا الشخص حساسيته عالية تجاه الأشياء، أي حدث ممكن تعتبره الناس اللي حساسيته عادية ممكن تعتبره طبيعي، هو ممكن يعتبره كارثي أو عظيم. نعم. يعني على حسب إذا هو حدث منيح أو حدث سيء. بالضبط. فهو يعني بتكون ردة فعله تجاه هذا الحدث بالنسبة لشخص ما بيفهم حساسيته هي رد فعل مبالغ فيها. بالضبط. فبيقولوا الشاعر بيروح بكل شيء للآخر. ايه. يبالغ يعني، بس هو عمليا ما عم بتصنع هذا الشيء، هو عم ببالغ، يعني هو مش عم يكذب، هو عم ببالغ. عم ببالغ. نعم. طب فينا نسمع شيء ونرجع نكفي حديثنا لو سمحت؟ نقرأ الأضاحي. يلا حسن دغري بدنا نفوت حتى ما نضيع وقت. يلا. أقل اللوم إن حملت لوما، وقولي لم يكن أمرا مهما، حبيب السائرين إلى الأعالي قضى أن يخطئ الأحباب دوما، لعل الغيم يوشك أن يشظى فتأتي رعشة فيعود غيما. الله. وإني بعد غربلة انهياري كما أثبتت قوما عفت قوما،
ظننت بأنهم صدقوا شروقي وظنوا أنني أشرقت وهما. الله. عليهم إثم هذا فوق هذا، وليس الظن بعد الإثم إثما، ولكني أسامح في شؤوني لأن مقاصد الإشراق أسمى. الله. أسامح، غير أن الشعر يقسو ولا يغويه أن العشق أعمى، كما يحلو له يؤذي ويشفي، كما تحلو الهلاوس وهي حمى. الله. لأجل غزالة نسيت خطاها على ورق الكلام فشب يتمى. وهل في الحزن شرك يا حبيبي؟ وهل تدرين ما الكشف المعمى؟ وما درب الأنام؟ وما طريقي؟ وما رقص الحقيقة وهي كلمة؟ كفى أن تستبيحي حقل ورد وتنصرفي وقلب الورد مدمى، كأن كواكبي أحجار نرد على لهو تحرق حيث ترمى. وأسلمها وأجلس في مكاني، ألمع نجمة وأميت نجمة. أنا الصوت القديم ولا يجارى ولا ينسى ولا يرتد رغما. تذكرت الوصال فقلت أهلي، سئلت عن الفراق فقلت لما، فقالوا ثم قالوا ثم قالوا، وما صدقت ما قالوه يوما. وليس يهون النقصان شيء سوى أني قدير أن أتم. الله يا حسن. طيب اللي بيسمع بيقول أنه هيدا مفروض شي رجل سبعين يقولها، يعني فيها من الحكم والفلسفة ما يفوق تجربة صغيرة. فأنت شو يعني، يا حدا متقمص فيك وعاش تجربة قبل، ولا من أين لك هذه الجدية في طرح الفكرة الشعرية؟ أنا هيك شفت صح؟ ايه. ليش؟ هلأ أنا دائما بقول أنه المسألة مش بتعلق بالعمر، لأنه واحد من أهم، واحدة من أهم المعلقات أو من أبرز المعلقات بالتاريخ الجاهلية هي شعره طرف ابن العبد، وطرف ابن العبد مات وعمره تحت 25 سنة على أكيد. يعني كتبها قبل. ايه. نعم. فإذا الحكمة يكتسبها شعر الحكمة يعني، أو ما بعرف إذا هي حكمة، بس الشعر مرتبط بالكشوف، يعني الشعر مش علم، هو بيلقط الأشياء بدون ما يتعلمها، هو بيلقطها هيك بالكشوف يعني. نعم. بس كل ما كان الشاعر عم يشتغل على ثقافته يعني أكثر، كل ما بين هذا الشيء بنصه الشعري يعني بهالبساطة. نعم. فأنا شخص يعني، نحن أمام شاعر مثقف؟ شاعر انطوائي يعني بيقرأ. بيقرأ؟ نعم. يعني بيقرأ وبيفتش فضولي يعني. ايه. حسن، حددت أنا بحلقات سابقة عن أنه من هو المثقف، وقلنا أنه إذا حدا شاعر أو رسام أو فنان هو هذه مهنة. نعم. ولكن حين نربط هذه المهنة بكلمة ثقافة، منكون عم نقول أنه هذا الشخص بي يعني مهنته أو بهذا الإبداع تبعه بنصه حمل مجتمعه. صحيح. ونحو الضوء. صحيح. هون بتدخل الثقافة، هي حركة الثقافة الفكر مسؤولية. في المفاهيم. ايه. مش مهنة، مسؤولية. حركة الفكر في المفاهيم، أنت. نعم. بتتحرك. وقلنا في مثقف تقدمي مثقف رجعي وهالخبرية كلها. فأنت يعني هل تعمل اجتماعيا شعرك فقط لإلك، ولا في شيء اجتماعي بنلاقيك بالصحة؟ عندك قضايا أوسع من قضايا نفسك؟ ما في شاعر شعره لألو يعني، أنا ما في شاعر شعره لألو بالآخر، هو لو شعره لألو كان ما نشره، بس عنه في شاعر شعره عنه أكيد بس. عنه. ايه. هلأ أنا بنظري أنه مش ضروري المثقف يكون شاعر، ولا ضروري يعني ولا إلزامي الشاعر يكون مثقف. بالضبط. ولكن لما بيكون الشاعر مثقف بيصير يعني بيصير واعي لدور قصيدته أكثر ما شاعر يعني ما عنده هيدا الرؤية. نعم. فبيصير مفروض يتحمل مسؤولية هيدا القصيدة، يتحمل مسؤولية هذا الدور. الثقافة مسؤولية، والمثقف هو شخص يعني بده. نعم. بده يغير. بالضبط. فحسن عنده يعني هالهدف او هالرؤيه او هالعمل على الارض بضيعتك بمدينتك. في شيء عم تحركه؟ لم نعرف نحن بهذه القرى يعني الثقافه. ما بدي عمم، ولكن اقل. والاهتمام بالكتب اقل، والنشاطات الثقافيه اقل، والمسارح اقل، والامسيات اقل. فانت او شو بتتمنى تعمل اذا بعدك ما عملت؟ هلا انا فرد يعني، هيدي عمل انا بالنسبه لي العمل الثقافي هو عمل جماعي. عمل جماعي اكيد. انا فرد، انا بعمل دوري كفرد بقلب منظومه يعني.
بس حاليا ببعلبك في كتير ناس نشطين في جو يعني من 2015-2016 بلش في جو جمعيات شبابية وتجمعات تجرب تشتغل على موضوع الثقافة، على موضوع الفكر، وعلى موضوع البحث والأسئلة وهي القصص يعني. وفي يعني أنا ما بدي أذكر أسماء لحتى ما أتذكر ناس وأنسى ناس، بس في جمعيات كتير ببعلبك حاليا يعني أساسا من الشباب وناسا من الشباب مش من، وهذا مطلوب يعني، مطلوب أنه يكونوا بأعمار صغيرة لأنه هودي اللي مفروض إذا بدون يغيروا هودي اللي بيغيروا هودي اللي عنده الهمة يعني. بالضبط. حسن كمان بنسمع مقطع شعري، وإذا في غزل عندك غزل أنت؟ تمام يلا الحكيم بيقول غزل. الغناء أمام امرأة ونهر. أمام امرأة ونهر؟ نعم. حلو، نتخيل بس نشغل أدوات الخيال تبعنا. لنهر عميق اللون في الليل أركع خيالي قناديل إلى الغيب ترفع، تراودني الأشجان حتى أصدها، تراودني عيناك لا أتمنع، ولن تفتح الأبواب لست بيوسف وإن كانت الأيدي علي تقطع، ضعيني على الجيد الخجول قلادة فلا النهر يهجونا ولا الأفق يمنع، ستمدحنا الأشجار فالعشق ريها به أغنيات الحور في الصيف تفرع، خذي نحو معناك البعيد قصائدي حنيني لتصريع اللقاءات مطلع، تصيرني هذه اللقاءات قبلة على كل أفواه الضفاف توزع، فم واحد في الكون يكفي لجمعها، تقولين للوادي أغار فتجمع. الله. أنا ما يقول الماء إن باح سره، لذلك شعري حين أدعوه ينبع، أنا العاشق الليلي عيناي شامة على سرة العتمات والناس هجع، وليلي يرش الزهر حولي وأنت من ترطب أزهار الخيال فتينع، غريبان في الوادي أنا وابنة السنة نسافر في فوضى الحواس ونرجع، هواء خفيف الروح سحب نقية كبيضاء موسى كل خيطين إصبع، سماء بلا سقف نجوم طرية رذاذ بطعم الماء واد مشرع، عرائش يكسوها الربيع انتشاءه ولا خمر إلا العشق، والجو مترع شذا يسكن الأشياء عطر منمق، ندى الأرض ضواع وما فيك أضوع، تعالي لنهدي النهر بعض اشتعالنا لينساب من عشقين نهر مولع. الله. وقدي قميص البعد 20 قبلة ليشهد طفل الوحي ما ظل موضع، وينطق لا في المهدي بل في قصيدتي جريئا شغوفا بالتفاصيل يطلع، لي الجسد الفضي في كل ومضة من الوصل تنزاح الظلال فيلمع، لي الخصر قبل الضم طفل مشاكس وكيف بغير الضم خصر يطوع، لي الشامتان السود، لي الشامتان السود، لي وردة اللمى، لي القلب لا تكفي لتحميه أضلع، لي الخمر والساقي وكاسات لهفتي على وسع هذا الأفق والسكر أوسع، ولي أن أفك الليل قبل انعقاده، ولي أن أخلي النهر يصغي فيسمع، ولي ثقة الرائين غيبي موضح، ولي جرأة الأحرار خوفي ممزع، ولي لغة أنثى بكل طباعها مزاجية في الحب تعطي وتمنع، ولي عفة النساك ما المال والدنا
ولي رغبة العشاق بالوصل أطمع، ولي قلب عصفور صغير يحثه حنين إلى دفء البلاد فيسرع. بلادي اكتمال النون، والنون نسوة، فلو لم تكن ما كان مشط ومخدع. ومذهب قلبي الحب، هل تلك بدعة؟ تعالي إذن، لا بأس إن قيل مبدع. حلو كتير، حلو كتير حسن. هلأ القصيدة لأنها طويلة أخذت من وقتنا، بس بدي أني بسؤال سريع. بتقول فيها للقصيدة وإن كانت الأيدي علي تقطع، يعني أنا مني يوسف بس الأيدي تقطع، هل هذا اعتداد؟ وهل أنت شاعر معتد بنفسك كالشعراء؟ الشاعر معتد بنفسي أكيد، يعني ليك شو معتد ولا مغرور؟ الفن بيوقع بمنطقة بين الشك المفرط بالذات وبين النرجسية. نعم. يعني الشاعر أو الفنان عموما بيضل عم بيراوح بين هودي المحلين. هل أنت معتد بنفسك؟ أكيد، يعني أكيد معتد بنفسي، أكيد في محلات بحس حالي أنه أحسن إنسان بالعالم يعني. نعم. بس في محلات تانية كمان عندك ضعفك، بكون بكون مشوش، بكون يعني مش عارف إذا أنا اللي عم بعمله هو الصح ولا إنه أنا عم ضيع وقت. نعم. لازم نقول قبل ما ننهي لأنه دهمنا الوقت حسن، مقدد أنك أنت شاركت بكتير من المهرجانات والأمسيات وعندك ثلاث مجموعات شعرية وعم تحضر يمكن للرابع، وأيضا نلت المركز الثاني بجائزة مهمة هي اسمها جائزة كتارة عن قصيدة عن الرسول. شو كان اسمها؟ كتارة شعر الرسول، القصيدة مقتربة من سدادة الضوء. نعم، وهذه جائزة يعني مهمة، يعني كأنك حملت جزء من هذه العباءة، عباءة الرسول، وجئت بها إلى هنا، فبدنا نحن نكون يعني فخورين فيك طبعا، ونتمنى لك أن تنال جوائز أخرى، لأنه جوائز كمان بتزيد على الشاعر بتجربته، بتعرف الناس عليه، بتخليه يتفرغ. يعني جوائز بقيمتها المعنوية بتخليه معروف، وبقيمتها المادية بتخليه يتفرغ، يتفرغ للشعر حتى ما يكون عم يمتهن اشياء تانية ويعاني بحياته. بالضبط. فنحن بنتمنى لك جوائز قادمة حسن، وبدي أشكرك كتير، نورت الاستوديو وكتير انبسطنا بالحديث معك. شكرا لك، وأنا كتير انبسطت باللقاء، وانا بعرف لوركاس بيتي، كنت لما كنت اول طلعتي كنت عم بسمع مقابلات زياد الرحباني، وكنت دائما اقول وبعدني بقولها وهلا هقولها كمان، انه احلى مقابله انا سمعتها مع زياد الرحباني هي مقابله لوركاس بيتي. نعم، شكرا لك حسن، وعلى رايك شهيده بعتز فيها.